Hello everybody. Today we'll talk about types of adaptation, يعني أنواع التكيف. في درسنا النهاردة هنتكلم عن أنواع التكيف. An adaptation can be structural adaptation or behavioral adaptation. يعني أنواع التكيف نوعين، إما structural adaptation يعني تكيف في جسم الكائن الحي، أو behavioral adaptation اللي هو تغير في سلوك الكائن الحي. هنتكلم عن أول نوع وهو structural or physical adaptation اللي هو التغير في جسم الكائن الحي. It is a change in the body structure of a living organism to help it survive. يعني تغير في جسم الكائن الحي عشان يساعده انه يبقى على قيد الحياة، حاجة ما بيقدرش يتدخل فيها، ربنا خلقه بيها، زي the blood vessels in the penguin's feet، زي حركة الدم في الأوعية الدموية الموجودة في رجل البطاريق عشان تخليها تبقى دافية وهي واقفة على التلج، زي كمان the thick fur of the polar bear، يعني الفرو الغزير الموجود على جسم الدب القطبي اللي بيساعده ان هو يبقى دافي في الجو البارد. كل ده بنسميه structural adaptation، يعني تغير في تركيب جسم الكائن الحي، دي حاجات ربنا خلقه بيها ملوش اي دخل فيها. اما behavioral adaptation هو تغير في حركة وسلوك الكائن الحي. It is a change in the behaviors or acts of a living organism to help it survive. هو تغير في حركة أو سلوك الكائن الحي عشان يساعده أنه يبقى على قيد الحياة، زي desert lizard looks for shaded area during hot sunny days، يعني زي السحالة الصحراوية لما بتدور على مكان ظل في الأيام الحارة. وطبعا ده سلوك بتعمله السحالة الصحراوية عشان تحفظ جسمها بارد في الأيام الحارة، زي كمان bird migration اللي هي هجرة الطيور and migration of some animals وهجرة بعض الحيوانات. وطبعا الحيوانات بتهاجر من مكان إلى مكان، إما بحثا عن الغذاء أو مثلا عشان الجو بارد جدا مثلا فبتروح إلى أماكن دافية، أو الجو حار جدا فبتروح إلى أماكن جوها بارد، وهكذا هي بتتحرك عشان تقدر تحمي نفسها من إنها تموت. الأمثلة دي بنقول عليها behavioral adaptation اللي هو تغير سلوكي، السلوك اللي بيعمله الكائن الحي عشان يقدر يبقى على قيد الحياة. هناخد بعض الأمثلة لبعض الحيوانات وهنتكلم عن structural adaptation التكيف التركيبي في جسمه، and behavioral adaptation التغير السلوكي والحركي للكائن ده. أول كائن عندنا وهو فينك فوكس اللي هو ثعلب الفينك. أول حاجة habitat hot and dry desert، بيعيش في الأماكن الصحراوية الحارة والجافة. هنتكلم أول حاجة عن structural adaptation وهو التغير التركيبي في جسم فينك فوكس. أول حاجة it has a tan colored coat or brown fur، عنده فرو لونه بني أو لونه رملي كده، لون الرملة. To hide and blend in with the desert landscape، عشان يقدر يتخفى في البيئة الصحراوية. الميزة التانية من لون الفرو بتاعه to protect it from the hot sun، عشان يقدر يحميه من حرارة الشمس. تاني structural adaptation في فينك فوكس it has extra large ears، يعني عنده ودانه طويلة جدا. To help it lose the heat to cool its body، عشان يفقد حرارة جسمه ويبقى جسمه بارد في الحر. هناخد behavioral adaptation in fennec fox، التغير السلوكي او الحركي في fennec fox. It pants like dogs to cool its body، يعني بيلهث زي الكلب عشان يساعد جسمه يبقى بارد. It takes up to 700 breaths per minute، يعني بيلهث 700 مرة في الدقيقة الواحدة. تاني تصرف بيعمله fennec fox it lives in burrows، يعني بيعيش في الجحور. To stay cool during the sunny days، عشان يبقي جسمه بارد في الأيام الحارة. كمان it eats all kind of food، بيأكل كل أنواع الأكل like insects زي الحشرات، fruits
بياكل فواكه, plant roots جذور النباتات, and remains of another animal's prey, وكمان بياكل بقايا الحيوانات الميتة التانية. ولما الكائن بيتكيف حسب تركيبه الجسدي أو حسب سلوك معين هو بيعمله, ده بيساعده أنه يبقى على قيد الحياة. هناخد الكائن حي تاني وهو أركتيك فوكس اللي هو الثعلب القطبي. أول حاجة هابيتات مكان معيشته تاندرا ديزرت, بيعيش في صحراء التاندرا. In tundra, the temperature may reach minus 50 Celsius in the winter months. يعني في صحراء التندرا بتوصل درجة الحرارة إلى minus 50 في الشتاء. هناخد structural adaptation in Arctic fox, التكيف التركيبي في الثعلب القطبي. It has a thick fur coat, يعني عنده فرو غزير. To keep its body warm in extreme cold climate, الفرو الغزير اللي مغطي جسمه بيقدر يحافظ على جسمه دافي في المناخ شديد البرودة. كمان من structural adaptation, it has short ears and legs, عنده ودان قصيرة ورجليه قصيرة. To help it stay warm, عشان يساعده يبقى دافئ. كمان it has a white coat during winter, يعني بيغطي جسمه فرو لونه أبيض في أثناء الشتاء. But it turns brown in summer, ولكنه بيتغير إلى لون بني في الصيف. To sneak up on the prey in any season, وده بيخليه يتخفى حسب هو موجود في التلج, فهو لونه أبيض لون التلج أو لونه لون الشجر في الصيف لما التلج بيدوب, وده بيساعده على أنه يهجم على الفريسة في أي موسم. هنتكلم عن behavioral adaptation in Arctic fox. It lives in burrows to stay warm at night, بمعنى أنه بيعيش في الجحور للحفاظ على جسمه دافي في أثناء الليل شديد البرودة. It eats all kind of food like insects, بيأكل كل أنواع الطعام زي الحشرات. Fruits الفواكه, plant roots جذور النباتات, and prey remains يعني بقايا الحيوانات الميتة. Because it's hard to find food in a hot dry desert or a cold tundra, لأن من الصعب جدا إن هم يلاقوا الأكل في الصحراء الجافة الحارة أو في صحراء التندرا الباردة, فده لازم إن هم يأكلوا أي نوع من أنواع الأكل عشان يقدروا يعيشوا. The special shape of ears in both fennec and arctic fox allow excellent hearing to help them hunt, يعني الشكل الخاص لودان الثعلب الفينك أو الثعلب القطبي بيسمح لهم إن يكون عندهم سمع كويس جدا وقوي, وده بيساعدهم على الصيد بسهولة. هنتكلم عن التكيف السلوكي والتكيف التركيبي في بول شارك وهو قرش الطور. هنتكلم عن هابيتات فريش ووتر اند سولت ووتر, مكان معيشته اما في المياه المالحة او المياه العذبة. Most sharks can live only in salt water, but in bull shark their bodies have adapted to live in both fresh water and salt water. يعني معظم الأسماك القرش بتعيش في المياه المالحة بس, ولكن قرش الطور ده بيقدر ان هو يتكيف ويعيش في المياه العذبة او المياه المالحة. عشان كده لما بيعيش في المياه العذبة بيكون موجود لوحده وما بيكونش فيه اي منافس ليه في المياه العذبة. Structural adaptation in bull shark, التكيف التركيبي في جسم قرش الصور. Its body is adapted to survive in fresh water, جسمه بيتكيف ان هو يقدر يعيش في المياه العذبة. Where no other sharks live in fresh water, مش هيلاقي اي انواع من اسماك القرش عايشة معاه في المياه العذبة. So it has less competition to find food, يعني مفيش اي منافسة في ايجاد الطعام, يعني بيقدر يلاقي الطعام بسهولة. Structural adaptation in bull shark, it has sharp teeth to cut its prey flesh, يعني عنده أسنان حادة جدا عشان تقدر تقطع لحم الفريسة. كمان من structural adaptation in bull shark, it uses a camouflage strategy called counter shedding
يعني عنده تكيف أو طريقة للتخفي بنسميها counter shedding اللي هي التمويه. Where it has a dark back and a white belly to sneak up on prey. يعني عنده ظهره لونه غامق وكمان بطنه لونها أبيض عشان يقدر يتخفى من الفريسة، وده بيساعده أنه هو يفترسها بكل سهولة. عايزين نتعرف على counter shedding اللي هي التمويه، وهي نوع من أنواع التخفي. When an animal swims above the ocean, it may not see the bull shark in the shadow. لو في أي كائن بحري أو سمكة بتعدي من فوق البول شارك مش هتقدر تشوفه في الظل due to its dark back، بسبب إن ظهره لونه غامق. كمان when an animal swim underneath the bull shark and looking up، لو في أي كائن بحري أو سمكة بتعدي من تحت سمكة القرش، the bull shark may blend in with the bright light of the sun due to its wide belly. كمان مع انعكاس ضوء الشمس مش بيبان البول شارك بسبب ان بطنه لونها ابيض. هنتكلم عن behavioral adaptation in bull shark، التغير بقى السلوكي في القرش الثور. It eats different type of food as it lives in both fresh water and salt water. بياكل جميع انواع الاكل او الكائنات البحرية والاسماك، لانه بيقدر ان هو يعيش في الميه العذبه وفي الميه المالحه. كمان من behavioral adaptation in bull shark، it hunts during the day and at night، بيقدر ان هو يصطاد في اثناء النهار وفي الليل. so it can surprise its prey، يعني عشان يفاجئ الفريسه بتاعته يقدر يهجم عليها بكل سهوله. هنتكلم عن التكيف السلوكي والتكيف التركيبي لكائن حي تاني، وهو panther chameleon اللي هي حرباء النمر. Lizards are from reptiles that are an ancient type of animals found all over the world in different environments. تعتبر السحالي من الزواحف، وهي نوع من أنواع الحيوانات اللي بنلاقيها في العالم في البيئات المختلفة. Bodies of reptiles are covered with scales such as stored agama lizard and panther chameleon. يعني كل أنواع الزواحف بتكون مغطاة بحراشيف زي سحلية العجمة وكمان حرباء النمر. Star Dagama Lizard can live in deserts، يعني سحلية العجمة بتقدر تعيش في الصحاري. But Panther Chameleon habitat tropical rainforests، يعني حرباء النمر مش بتقدر تعيش في الصحراء ولكن بتعيش في الغابات الاستوائية الممطرة. نتكلم عن structural adaptation في panther chameleon، يعني التكيف التركيبي في حرباء النمر. panther chameleon eyes can face opposite direction، يعني عين حرباء النمر بتمشي في اتجاه متعاكس. each eye moves independently in different direction، يعني كل عين بتتحرك بشكل منفصل في اتجاه مختلف. One eye searches for food، عين فيهم بتدور على الطعام. And the other eye is to provide danger، والعين التانية بتتحرك عشان تتفادى الخطر. كمان من structural adaptation، chameleon has bright colored scales، يعني حرباء النمر على جسمها حراشيف ملونة لامعة. To help it make camouflage and hide between green leaves and colorful flowers، وده بيساعدها على التخفي والاختباء بين أوراق الشجر اللي لونها أخضر وبين الزهور الملونة. كمان من structural adaptation in panther chameleon، chameleon has V-shaped feet، يعني رجل حرباء النمر على شكل حرف V and a tail like a hand، وديلها عامل زي الإيد. to hold tightly the branches of trees، عشان تمسك بقوة في أفرع أو أغصان الأشجار. هنتكلم عن behavioral adaptation in panther chameleon، التغير السلوكي أو في تصرف حرباء النمر. when chameleon finds itself in danger، يعني لما تلاقي حرباء النمر نفسها في خطر. it doesn't have teeth or claws for defense، هي ما عندهاش ولا أسنان ولا مخالب عشان تدافع عن نفسها. but it has one last trick
to scare its enemies. ولكن عندها خدعة بتقدر تستخدمها عشان تخوف الأعداء وتحمي نفسها من الخطر، والخدعة دي بتكون عبارة عن 3 خطوات. أول حاجة it puffs up its body with air، أول حاجة بتنفخ نفسها وتملى جسمها بالهواء. تاني حاجة it opens its mouth wide، بتفتح بقها بشكل كبير جدا. تالت حاجة it changes the colors of its scales، بتغير لون الحراشيف بتاعتها. كل التغيرات أو التكيف اللي بيعمله الكائن الحي، سواء كان تغير في تركيب جسمه أو تغير في سلوكه وتصرفه، ده بيقدر إن هو يساعده على البقاء على قيد الحياة. وصلنا لنهاية درسنا النهاردة، يا رب يكون بقى سهل وبسيط بالنسبة لكم. Thank you for your watching and goodbye.